أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عند بدء جائحة كورونا تم التعامل معها بشكل علمي لتكون مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا إيجابيا في هذه الظروف. وأشار الرئيس السيسي أن العمل لم يتوقف مع اتخاذ إجراءات احترازية وفق معايير منظمة الصحة العالمية. إحنا لما جت الجائحة العالم كله تصور نهاية الدنيا، إحنا ما تصورناش إنها نهاية الدنيا، لأن إحنا عارفين إن الدنيا مش هتنتهي بالطريقة دي، وعارفين إن قدرات الإنسان العلمية، هذا العقل الجبار اللي ربنا وهبه للإنسان دونا عن المخلوقات كلها، قادر على التغلب على أي أمر موجود فيه. وتعاملنا عشان كده، ويمكن إحنا من الدول القليلة في العالم اللي حققت نمو اقتصادي إيجابي في الظروف اللي إحنا فيها، لم نتوقف. أخذنا إجراءات احترازية وتعاملنا مع الجائحة بالمعايير اللي منظمة الصحة العالمية شرحتها لنا وتحركنا فيها، لكن لم نتوقف لحظة عن العمل. ما كانش فيه جديد، يعني قبل جائحة زي بعد جائحة بالنسبة لنا.